عيش لا ما اولا انا احب اشكركم على تضامنكم الجميل دوت. انا مريم ملاك المسنة زورا بطالبة مصر، وده معناه بان في ظلم وفساد، لاني حرام ان انا اذاكر 11 سنة وابذل مجهود يعني رائع في ثالثة ثانوي عشان اوصل اللي انا عايزاه وفي الاخر القب بصفر. اولا انا كل امنيتي وكل حياتي ان انا اخدم بلدي واخدم القرية اللي انا كنت بعيش فيها، فعشان كده انا بذلت قصارى جهدي في ثالثة ثانوي وعشان اوصل للكلية اللي انا عايزاها وبشهادة الطب ان انا اخدم بلدي. وطبعا دوت يعني مش كلامي، برضو ممكن يكون في شهادة من زملائي، شهادة من المدرسين اللي أنا كنت بدرس عندهم، شهادات التفوق اللي كنتوا بتشوفوها في الإعلام، شهادات الدراسة المراحل اللي هي كل سنة وثانية سنة وثالثة إعدادي. طبعا ده كله يثبت مدى التفوق. أنا كل أمنيتي إن أنا كنت أحقق هدفي، لذلك كنت منتظرة يوم النتيجة إن هو يكون أسعد يوم في حياتي. ده شيء حرام، مفيش حد أبدا يتوقع، لا زملائي ولا مدرسين اللي كانوا بيدرسوني، لأن أنا كنت متوقع إن أنا أكون من أوائل الثانوية العامة، زملائي برضه مدرسيني، لكن فوجئت نفسي لقيت نفسي جايبة إسقاط. طبعا أنا قدمت تظلم وشكوى في كنترول عسور عشان أعمل تظلمات، رحت هناك وجابوا لي 7 مواد. لقيت ان كل ما يخصني في الورق هو التيكت او الغلاف الخارجي اللي مدون عليه اسمي ورقم دروسي، انما اللي داخل الورقه لا يخص باي شكل. بص الكلام دوت لرئيس الكنترول، رد عليا رئيس الكنترول ووجه لي تهمه وقال لي ان دي ورقه، وقال لي انا ما فيش لك الكلام. انا اتجهت بعد كده للمسؤولين اللي هم من المفروض ان هم يمسكوني، اتجهت بعديها للقانون والتحقيقات، اتجهت للطب الشرعي. الطب الشرعي دوت اتجهت في الاول للجنه ثلاثيه، انا كنت متوقع ان الطب الشرعي هيديني حقي، لكن طلع تقرير مخالف للحقيقه. وانا ما كنتش اتمنى كده، ومفيش اي حد كان يتمنى كده، لان كنا منتظرين ان الطب الشرعي دوت هو يعني تابع وزاره العدل، يبقى المفروض ان هو ينصف ويعمل. بعد كده ازداد املي ويعني ما يئستش. بعد كده كان في ميعاد مع رئيس الوزراء، اتقابلنا معاه قال لي انت زي بنتك زي بنتي، وانا مش هسكت على الظلم والفساد. ووعدني بان هيشكل لجنه خماسيه تعيد الفحص الثاني في القاهره، وبالفعل تم تشكيل لجنه خماسيه وإعادة الفحص الثاني. لكن أنا كان عندي شك من جوايا إن هيبقى تقرير اللجنة الخماسية زي تقرير اللجنة الثلاثية، لكن بالفعل ما كنتش أتمنى كده. تقارير استشارية زي الدكتورة منى والدكتور ميلاد شاروبيم أثبتوا إن في تزوير في الورق، على عكس الكلام اللي قالوه اللجنة الخماسية واللجنة الثلاثية. طبعا ده بيظهر مدى الفساد وبيظهر مدى الظلم، وإن مفيش يعني مفيش بمعنى صح ضمير، لأن هم باعوا ضميرهم عشان يساعدوا أو يحافظوا على عدم بلبلة في البلد، وخلوني أنا الضحية في الآخر. لكن أنا أقدر أقول لهم إن أنا مش هسكت، وأنا موصل آخر لحظة، لأن سكوتي على حقي ده معناته الضعف، ويعني وناس كثيرة اتظلمت ولغاية الآن بيظلموا، لكن في ناس يأست وتراجعت عن حقها، لكن أنا مكمل لآخر لحظة ومفيش أي حاجة تهزني، سواء كانت تهديدات من وزير التربية والتعليم، تهديدات من كنترول، مفيش أي حاجة تهزني، لأن أنا واقفة على أرض صلبة وبطالب عن حقي وموصل لآخر لحظة. ثم إن الناس اللي هي وقفت معايا وصدقتني وشجعتني، ده بيخليني ده بيزيدني إصرار أكتر إن أنا أوصل لآخر آخد حقي، لأن أخدان حقي ده يعني هيديهم مجال واسع لأي حد يقع في أي مأزق هياخد هيطالب بحقوقه وهيوصل.